فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية التي نظمتها إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، شارك فيها عدد كبير من المدارس الرسمية والمتميزة للغات بمختلف مراكز المحافظة. التفاصيل في تقرير الزميل عبد الفتاح الدقيشي. تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وحضور الأستاذ سليمان بخيت وكيل المديرية، والأستاذ عطا الميموني مدير عام التعليم، أقيمت فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية التي نظمتها إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، والتي شارك فيها نحو 21 مدرسة بالمرحلة الابتدائية وتسعة مدارس بالمرحلة الإعدادية. صرح بذلك الأستاذ عبد الله أبو درويش مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بالمحافظة. النهارده اشترك معانا 21 مدرسة للمرحلة الابتدائية وثمان مدارس للمرحلة الإعدادية، وكانت بفعل مسابقة جميلة وعملوا على تنشيط الأولاد وتنافس شريف، فمن هنا بنشكر كل اللي ساهموا على إنجاح هذه المسابقة، وإن شاء الله إن شاء الله دايما وأبدا مديرية التربية والتعليم بسوهاج في تقدم بقيادة الأخ الفاضل دكتور ياسر محمود. هذه المسابقة على نسق أو على غرار مسابقة أوائل الطلبة التي نفذت بالاشتراك ما بين حزب مستقبل وطن ومديرية ووزارة التربية والتعليم، فقررنا أن احنا نعمل مسابقة لمدارس اللغات على مستوى المحافظة. فهذه المسابقة تضم 28 مدرسة، 20 مدرسة للمرحلة الابتدائية و8 مدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية. هذه المسابقة الهدف منها هو تفعيل دور الولاء والانتماء للوطن، لأن نفس الوضع تم وضع أسئلة للمشروعات القومية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية. المسابقة تهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم لجميع الطلاب والطالبات المتفوقين، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة لتحقيق أعلى مستوى من المنافسة بين الطلاب في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، بما يخدم العملية التعليمية داخل المحافظة. المدارس الرسمية اللغات بتعتمد أساسا على اللغة، فعندنا المواد الماس والساينس والإنجليش هم المواد الأساسية الرئيسية القائمة عليها المدارس. حضرتك قناة طيمة دايما معانا، كان في مبادرة في ضوء برضو المسابقات اللي عملتها مدارس الرسمية اللغات، مبادرة تتحضر الأخضر. إن شاء الله بنعد في شهر 3 لمسابقة مسرحة المناهج باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله في مسابقة الأم المثالية على مستوى المدارس الرسمية للغات. من ضمن الأنشطة اللي منوط بها التربية والتعليم هي مسابقة أوائل الطلبة، وهي بتحفز الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات التعليمية اللي المفروض يكون هم منوطين بها بيستقبلوها. ومن ضمن هذه الأنشطة أوائل الطلبة اليوم، ودي بين المدارس اللغات، وإحنا كتوجيه الرياضيات بنقوم بوضع أسئلة المسابقة والتحكيم بها. هذا وحصلت مدرسة صبري أبو حسين الرسمية للغات عن المرحلة الابتدائية على المركز الأول على مستوى المحافظة، كما حصلت مدرسة طهط الرسمية للغات عن المرحلة الإعدادية على المركز الأول على مستوى المحافظة، بحضور مدير المراحل التعليمية والتوجيه العام للمواد الدراسية في ضوء تفعيل الأنشطة الطلابية والمسابقات بين طلاب المدارس. من داخل محافظة سوهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة. في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحابها، نظم مركز دندرة الثقافي اللقاء التعريفي لبرنامج ابدأ وكبر شركتك المقدم من قبل منظمة اليونيدو وبرنامج النمو الأخضر الشامل في دورته الثالثة لمساعدة ودعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في محافظتي قنا والأقصر. التفاصيل في تقرير الزميلة دعاء نجدي. أقام مركز دندرة الثقافي اللقاء التعريفي لبرنامج دعم المشروعات الناشئة والساعية للنمو ابدأ وكبر شركتك
المقدم من قبل منظمة اليونيدو في دورته الخامسة، والذي يقام لمساعدة عشرات المشروعات في قنا والأقصر. يدعم المشروع الانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من أجل خلق بيئة ملائمة أكثر للشركات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. المشروع له هدف رئيسي هو دعم الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر من خلال أنشطة مختلفة، سواء من خلال أنشطة بناء قدرات أو من حول العمل مع الحكومة المصرية في اعتماد بعض السياسات اللي تساعد الشركات دي العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر. المشروع بيشتغل على قطاعات رئيسية هي التصنيع الزراعي والزراعة المستدامة وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة. الحدث ده يعتبر ليه تجربة قبل كده معانا في 2017-2018، وعلى الأرض يعني طلع أو خرج من حوالي من 20-30 فرصة عمل. الفرص دي بتدور حول الفرص اللي هي المشروعات الصديقة للبيئة، زي المجالات زي تدوير المخلفات، زي الطاقة الجديدة والمتجددة، زي التصنيع الزراعي والغذائي. احنا بنحاول يعني نفتح سوق ونحد من مشاكل البطالة في الفترة الحالية. وفي مبادرة عاملينها تطوع مننا احنا، ازاي نعلم الستات ان هي تعمل اكتفاء ذاتي ليها في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف. عندنا احنا الاعلاف كلها طبيعية، لو غرفة 50 متر مربع ممكن تنتج طن في اليوم، تعمل اكتفاء ذاتي لـ40 راس من المواشي. البروتين بيوصل لحد 18%، كلها اعلاف طبيعيه بدون اي مواد كيميائيه. واختتم اللقاء التعريفي بتقديم نماذج نجحت من شباب في الاقصر وحصلت على فرص عمل لها استفادت وافادت المجتمع. من الاقصر دعاء النجدي.